سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم في هذه اللحظة تؤذن تركيا في غزة، تركيا الخلافة ترفع الآذان من قطاع غزة المحاصر أو المحاصر، لأننا بديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، بديننا وبتطبيق سنة نبينا نحاصر العالم أجمع الذي يدعي حقوق الإنسان، وهو الذي مرغ الإنسان وكرامة الإنسان في وحل الخمر والدعارة والفساد. تركيا اليوم ممثلة بمحمد كايا تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فليعها من عنده لب، من عنده عقل، ليدرك أن مشروع الإسلام، مشروع الحضارة الإسلامية قادم قادم لا محالة. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أطلت قيادة فيك النهج سالكة، موكب سماوي البياض